وبعيدا من التطورات الأمنية الدامية، يتحضر السوريون لشهر رمضان المبارك في ظل غلاء كبير للأسعار. وكأن الأوضاع الأمنية المتردية ليست كافية في سوريا بحلول شهر رمضان، لتأتي الأزمة الاقتصادية الخانقة بسبب الحرب وتزيد على معاناة السوريين أزمة جديدة. كمان ماني شايف من أهل هالمحلات، ما في رحمة لهالناس، غلاء بالأسعار. وقد عم يحكوا، والله أنا بسمع بالتلفزيون عم يحكوا وكذا، والمؤسسات فيه وخيرات وكذا، بس غرا ما عم تشبع هالتجار، والله ما عم تشبع. السوريون يشكون من غلاء الأسعار الكبير، في حين تشير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 4 ملايين سوري لا يستطيعون تأمين الغذاء الكافي لهم. يعني أنا شو بدي أقول؟ الله يعيننا ويعينهم. يعني بالنهاية أنت ولا أنا ولا الثاني والثالث كلياتنا مستهلكين. الظروف اللي احنا عم نمر فيها هي السبب بالغلاء. بس باختصار شديد، انحلت الحالة الأمنية بيروح كل شيء، ما انحلت الحالة الأمنية بدنا نتم بالغلاء، والغلاء ماشي بتصاعد. وفي ظل الواقع الأمني المأزوم، لم تشكل دعوة بنك مون لهدنة خلال شهر رمضان أي بارقة أمل إيجابية للسوريين الذين يعلمون في قرارة نفسهم أن الأوضاع تذهب من سيء إلى أسوأ.